خلينا نشوف أهداف اليوم برعاية هانجر ستيشن. أسرع خدمة توصيل، أطلب من هانجر ستيشن واستخدم كود جول ولك 20% كاش باك. كرة إلى جوزيف فيلار، خطيرة والتسويب قوية، الكرة تتخلص، الجناح الأيسر، الكرة تمر الآن لخالد الخثلان، الخثلان بتمريرة جميلة للرائد الخطير أمام الجول، جول جوزيه أنطونيو فيلار، محاولة خطيرة بالرأس، الله رينا سانتوس، خالد الخثلان، الكرة موجودة خطيرة، الله الرحمن اليامي جاء بهدف وحيد للحزم، الكرة بتتمرر، بيريرا بكرة ذكية 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 خارج أرضية الملعب، فرصة هدف ثاني كانت تحسم الأمور بالنسبة للهلال، مصاب بنقلة، بيريرا إدمير وصل كرته والثاني تاليسكا يلعب كرة في الجهة اليمين إلى خالد الغنام، الغنام مرور بعد عرضية داخل منطقة الجزاء، التمريرة إلى صالح العمري، صالح ينجح في المرور، صالح الكرة معه في مكان خطر، العرضية والتسديدة، اليمين واصلة لصالح النصر إلى اليسار باتجاه جلال الدين مشاربه استحواذ على كرة ممتاز، يلعبها إلى أبو بكر، الله لا شك أن خط ظهر كامل يتأثر به أقوى أندية العالم، فما بالك ثلاثة دفعة واحدة وفي العميد، لكنه يبادل روما، حمد الله، الله 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 الله، أول ديربي لحمد الله، أول الأهداف، يحقق اللقب لو نجح في ذلك وهو يكون قائد في مباراة اليوم، الكرة بتوصل على طول، أوبا الله للنقطة 51، أكثر من سجل أهداف 42 هدف، الآن حطها بالجول، الله عاصمة الفرح على طول من جديد في الجانب الأيمن، هيثم يتقدم ويفكر يمر ويقاتل، وصل كرة غريب بحظر إدواردو، الله عوايدك يا سوبر، ولحمة ليدافع وبالرأس، الله باسط نفوذه في هذا الارتقاء وأرسل كرة صعبة يا مارسيلو، الاتحادية كان منها السبع في هذا الملعب، الآن أوبا هز الملعب وهز شباك إجروحي، المجحد يضرب الآن 3-3 لعبد الرزاق، حطها الجلال يضرب ويجلد للثالث، لا والرابع للعميد.